اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب طبعا بنجم منتخب مصر والنادي الاهلي لكره السله واحد اساطير اللعبه ونجم منتخب مصر سنين طويله ومن افضل اللعيبه اللي صنفت في مصر تحت الحلقه او من اللعيبه السناتر تحت الحلقه، كابتن هاني عبد المنعم. منور الدنيا يا كابتن. كابتن هيثم منوره بيك، وطبعا دي قناه النادي الاهلي بيتنا، احلى قناه في العالم. وحشنا يا كابتن والله. حبيبي الله يحفظك. طب يا كابتن خليني بس قبل ما اروح لكل حاجه، كان في بطوله في صاله الفيحاء في سوريا. البطولة دي كانت 1900 كام؟ 90؟ 90 90 كان بطولة عربية. كان بطولة عربية، وكان المرحوم كابتن طلعت الجنيدي هو المدير الفني، وكنت حضرتك بتلعب. والبطولة دي حصل فيها ماتش الأردن، كان النهائي. بس ما كناش بنلعب أهلي، كنا بنلعب منتخب مصر. منتخب مصر منتخب مصر، أنا قصدي منتخب مصر طبعًا. وكان المباراة دي بعد المباراة دي قالوا على حضرتك نص المعجزة، وقالوا على أحمد فتوح نص المعجزة الثاني. وكابتن رجاء شرار الله يرحمه، شيخ المعلقين في السلة وألعاب القوى، وشيخ معلقين مصر كلها في كل حاجة. ايه قصه نص المعجزه ونص المعجزه؟ شوف، ده كان ماتش سيمي فاينال، احنا كنا بنلعب في سوريا. طبعا انت عارف سوريا والعراق، كان ساعتها العراق وسوريا ما بيحبوش بعض قوي. فطبعا كان الكروس الثاني كان العراق مع سوريا، وكانت الماتش صعب جدا. احنا الكروس الثاني كان كنا بنلعب الاردن كان فيها الاخوه بركات، طبعا مراد وهلال بركات. دول كانوا لعيبه متميزين جدا الحقيقه. فاضل 30 ثانية في الجيم أو حاجة زي كده، وإحنا كنا خسرانين باسكت. الحمد لله قدرت برضو أنا توفقت وديت باسة كويسة لأحد الزملاء، فحط الكورة بقينا درون. تمام. رجعوا علينا طالعين هم أوفنس، مراد شاط جاب، فبقوا هم ليد علينا باسكت. كان هم ليهم شوت 1 ان 1 صح؟ كان هيشوت 1 ان 1، فاختار يشوت. جاب واحده وجلى واحده. طلعنا كوره اتقطعت، حصل دربكه كده. المهم ايه، بقوا هم ليد علينا بونت، وفاضل 3 ثواني او فاضل يعني 3 ثواني. الحقيقه يعني هو جاب الثانيه، فانا ما الكوره اول ما نزلت من الباسكت انا خدت الكوره، وانا كنت ببص على عمرو ابو الخير، ما ببصش على احمد مفتوح. دي اول مره اعرف المعلومه دي، عشان اقول لك كنت بص على عمرو ابو الخير ساعتها ان هو الباصه كانت رايحه لعمرو. يا خبر ابيض. المهم ايه، ان عمرو واحمد كانوا جنب بعض، فالكوره كانت اعلى من عمرو سنه، فاحمد لقطها ووقع على الارض، وقع على ركبته وشاط الكوره، حط الكوره باسكت. طب اقول لحضرتك حاجه بس، ازيد حضرتك من الشعر بيت. هو كان فاضل حوالي 3 ثواني، وحضرتك عملت لونج باس، من عند الباسكت ده للسله الثانيه. وهقول لحضرتك كمان لو تفتكر، احمد فتوح استلمها بعد ركبه وضهره للحلقه. ما هو ما بقول لك، هو اتخبط هو عمرو، فهو وقع، راح لعبها وهو واقف. لا عملها كده، راحت جايه باسكت. احمد ابو فتوح ثاني يوم، لان انا هلعب لسه الفاينل، فثاني يوم التمرين الصبح قعدناه على الارض وهو على ركبه. بسم الله ما شاء الله، احمد فتوح ايده كانت جايبه البورد. اطرافه كانت طويله جدا، فالراجل كان ايده قريبه. والله طبعا كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لان طبعا كنا باذلين مجهود، وفرقتنا كانت فرقه جميله الحقيقه. كان مع الكابتن طلعت الله يرحمه، وكان كابتن شريف ابو الخير الله يرحمهم. طب اقول لحضرتك على سر، انا لعبت بعديها بطوله الشباب 92 في نفس الصاله في الفيحاء. وانا كنت اتفرجت على الماتش ده في الهواء. فلما رحت مع كابتن طلعت الجنيدي ودخلت الصاله، كان كابتن طلعت الجنيدي اللي مسك منتخب الشباب، كانت سنه 92. ودخلنا الصاله، انا جسمي اشعر، دخلت بصيت، انا افتكرت اللعبه دي. دخلت ببص على صاله الفيحاء، هي دي الصاله اللي كان بيلعب فيها كابتن هاني من سنتين وبتاع. فلما رحنا كابتن طلعت الجنيدي عمل ايه؟ اشترط ان احنا البطوله كلها نغير في نفس اوضه اللبس اللي حضرتك لعبت فيها، اللي هي كانت وانت طالع من الملعب على الشمال. انا عايز اكمل لك بقى، احنا في صاله الفيحاء دي احنا وصلنا للفاينل، كسبنا الاردن، العراق كانت ضربت سوريا. تمام. فالسوريين كلهم مش عايز اقول لك جم يشجعوا مصر، جم الصاله دي كانت مليانه فوق ما انت متخيل، وبتترج. احنا العادي كنا بنروح من الصاله للاوتيل حوالي 7 دقائق. احنا كسبنا البطوله، كسبنا العراق في الفاينل، كسبنا العراق كويس كمان يعني. فلما كسبنا العراق في الفاينل، انا مش عايز اقول لك الناس في سوريا ودونا من الملعب لغايه الاوتيل ساعتين، الاوتوبيس مش عارف يمشي من الناس. طب فاكر الهتاف كان بيقولوا ايه؟ انا فاكره، لان هم قالوا نفس الهتاف اللي قالوه معاكم. انا هيعمل الله واحد واحد. مصر وسوريا واحد. تمام. هم السوريين الحقيقه بيحبونا جدا، اهلنا وحبايبنا وشقائنا بامانه يعني. ومنهم لعيبه يعني ابو سعده وانور ابو حي، ويعني منهم كان لعيبه باسكت محترمين جدا. كان محترمين جدا يعني الحقيقه. نرجع لمرجوعنا على فرقتنا ان شاء الله في كاس العالم للانديه. طبعا الناس كلها متوقعه ان احنا هنلاعب فرقه جي ليج دي، وان جي ليج دي هتبقى فرقه قويه جدا علينا. هي طبعا بالتاكيد هم بيلعب في يعني جي ليج، عشان نوصفه برضه للجمهور، ده الصف الثاني بتاع الام بي اي.
الجي ليج هي لعيبه كلها بتلعب على مدار السنه على احتمالات ان يبقى في اي اصابه في اثناء السبي سيلكت من الجي ليج، يعني تبقى فرق تبع الفرق، كل السبونسرنج بتاعها بتاع الفرق بتاعت الام بي اي بتعمل سبونسرنج للفرق الجي ليج. ممتاز. اللعيبه بتبقى الطابع بتاعها طابع فردي، يعني ما بقاش طابع جماعي قوي في مبارياتهم. ليه؟ لان كل واحد عايز يظهر امكانياته، فكل واحد بيبقى اناني شويه، بيعايز ياخد الكره مع نفسه كتير، عايز يلعب اكتر، عايز يعلي ارقامه، فما بتلاقوش لعب منظم قوي. بس هما كامكانيات لعيبه لازم طبعا نؤكد ان امكانيات لعيبه عاليه جدا. يعني كلعيبه باسكتبول لعيبه متكامله، يعني لعيبه هتلاقي الباسنج عندهم عالي، وهتلاقي الدريبلينج عالي، هتلاقي الشوتينج عالي، هتلاقي كل نسبهم عاليه، لان هو دايما عايز يعلم من نفسه، لانه بيدور على التذكره النهائيه للان بي اي. ان النهارده لو ظهر بمستوى جيد بيطلع ياخد عقد كبير في الان بي اي. طبعا احنا كفرقه النادي الاهلي احنا لسه طبعا مخلصين كاس العالم للدول. الحمد لله مصر لعبت بشكل جيد، ظهرنا مستوى جيد. راضي عن اداء المنتخب في كاس العالم يا كابتن؟ راضي عن اداء بعض اللعيبه كفردي، كان ممكن نعمل احسن، بس اجمالا لا شكلنا كويس. ابتدينا نبقى ند مع دول اعلى مننا كتير، قربنا المسافات. يعني النهارده الجيم جيم، انت بتلعب فاهم، يعني لعيبتك بقت عندها الجرأه انها تبقى موجوده جوه الملعب وبتنافس. في فرق بقى بتتفوق عليك، يعني خلاص نسبهم اعلى، اطوالهم اعلى، درجه ثقافتهم في كره السله اعلى مننا شويه، استعدادهم للكاس العالم كان بيبقى اعلى اعلى كتير. هم طبعا جايين من دوري اعلى من دورينا كتير، فبتلاقي ان هو عنده التالنت بتاعت كره السله او الطموح للفوز اعلى من عندنا احنا. احنا برضو بس احنا على السكه، مش بنقول ان احنا بعيد، بس قربنا. يعني النهارده لو نبص على نتائج كاس العالم، يعني يمكن اول مره مصر تكسب ماتشين في كاس العالم. اخر ماتش كسبناه كنت انا بلعب سنه 94 كان في كندا. كان في كندا بعد كده، يعني ده اول انجاز لمصر ان نلعب ماتشين ونكسبهم في كاس العالم. انت كسبت المكسيك وكسبت الاردن. الاردن يعني الاردن في التصنيف اعلى مننا كتير على فكره. صحيح انا عارف. يعني الاردن رقمها 30 في التصنيف عالميا، بقى لها فتره بتحقق نتائج كويسه في اسيا، وليهم تصنيف عالي. يعني هم تصنيفهم رقمهم 30 او 32 حاجه زي كده، واحنا حاجه 40 كتصنيف عالي. تفوزهم يعني معنى كده تفوز على فرقه تصنيف فرقه تصنيفها اعلى منك. صحيح. فانت اصلا التصنيف ده قفزت فيه 14 نمره بعد كاس العالم كمصر. يعني فحاجه كويسه بالنسبه لنا احنا كبتوع باسكتبول، بنحب دايما نشوف مصر تكون بتادي بشكل جيد. يعني النادي الاهلي عنده فرقه قوامها محترم جدا جدا، نقدر في اي حته. يعني ما مش خارج المنافسه زي ما الناس متوقعه ان احنا رايحين خارج المنافسه، لا بالعكس، احنا فرقتنا كويسه، فرقتنا منظمه. لو لعبنا ديفنس منظم وطلعنا منه يعني وتحكمنا في التيمبو بتاع المباراه، مع خاصه مع الجي ليج، الجي ليج هيبقى عايز شويه هرجله، عايز شويه سرعه، عايز شويه يبقى الدنيا عنده سريعه، يعلي التيمبو، عايز يعلي التيمبو باي شكل. لو انت قدرت تسيطر على التيمبو ده وتهدي الجيم، ماتش هيمشي كويس، ماتش هيمشي كويس. وهم عملوا غلطات كتير لان هم مش واخدين على تنظيم اللعب العالي. صح. لان هم مش واخدين على باصات كتير. يعني هم بالعكس كل لعيب منهم هيبقى عايز ياخد الكوره ويبص على الباسكت ويروح، لعيب عايز يوري نفسه. صحيح. احنا لو لعبنا بشكل منظم هنقدر نطلع اللي عندنا، والجيم هيبقى في الملعب مش بعيد. يعني النهارده ان هم بنستثنى ان انا بالعكس اخاف من يعني من الفرقه بتاعت المانيا اكتر. يعني النهارده المانيا بالنسبه لي انا حتى يعني يمكن انا توقعت ان المانيا توصل فاينل، هيكون لها شان كبير. انا حتى يعني حصل. اسال الزملاء. لا 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 لا، انا سمعت بنفسي وشفت تحليلات حضرتك على انا قايل على الفيسبوك. ليه؟ لان انا شفت المانيا قبل كاس العالم، شفت التحضير بتاعهم وشفت الفرقه عندهم بتلعب ازاي. فرقه المانيا لو يعني لو بصينا عليها، لعب منظم جدا، بيلعبوا باسكت بول محترم جدا، بيلعبوا كفريق مش بس كافراد. كانوا بعيد السنوات اللي فاتت، بعيد جدا. المانيا ما حدش سمع عنها اصلا. انا بقول لك المانيا ما حدش سمع عنها. فالنهارده هم كلهم يوصلوا المدرب الكندي اللي موجود معاهم ده، انه يوصلهم ان يلعبوا كفرقه شايفين بعض كويس قوي. يعني اللعيبه كلهم شايفين بعض، عندهم ستارز، عندهم لعيبه ستارز، عندهم اثنين فيتس تاو الثاني الاصل امريكي، يعني لعيبه ستارز فيري تالنتد. بس هم في الاول وفي الاخر شايفين زمايلهم، يعني مش بيخص بيلعبوا مش بيلعبوا نفسهم، بيلعبوا للفرقه. وعشان كده انا قلت المانيا عندها حظوظ لانهم يعني بيلعبوا كفريق. فريق المانيا هيبقى تقيل جدا. وبيلعبوا ديفنس عالي جدا الحقيقه كمان. يعني لازم نقول ان الباسكت بول ديفنس، يعني النهارده لو انت اجت في الديفنس تمنع الكوره من تخش الباسكت بتكسب، بتوصل من عندك انت في الاوفنس. كل اللعيبه الخمسه اللي في الملعب بيعرفوا يحطوا باسكت، مفيش حد ما بيعرفش يحط باسكت. صحيح. انما هي النهارده انك تمنع الباسكت دي المشكله الاساسيه، الصعوبه اللي موجوده في الجيم.
عندنا بعد كده اللي ربنا يعني اكرمنا في يعني انا مع يعني مش قادر توقعات نكسب نخسر دي بتاعت ملعب يعني النهارده انت بس حضرتك مراهن ان احنا نأدي كويس هنأدي كويس ان شاء الله وخاصه قدام الجي ليج الناس موهومه وفريق الجي ليج انا عندي قناعه ان فريقنا قوي انا عندي قناعه كهاني عم انا مؤمن جدا ان فريقنا الاهلي فريق قوي فريق متميز فريق عناصره متكامله عندك كل العناصر كل البوزيشنات فيها لعيبه كويسين طب مباراتنا تاني يوم يوم الجمعه ان شاء الله هتبقى صباحا مع بطل البرازيل فرانكا عندك معلومات عنه هل شفته في المشاركات اللي فاتت لا ما شفتوش الحقيقه ما عنديش معلومات عنه بس لما نيجي نتفرج على البرازيل حتى كفرق بتبقى عندهم لعيبه مميزه يعني البرازيل مدرسه اساسيا يعني كان منهم طلع لعيبه كتير اوسكار شبيتس ولعيبه اكتر تالنتد قوي في الشوتينج وعندهم قوه بدنيه طول عمرهم كده عندهم قوه بدنيه بيعرفوا يعني هتلاقي لعيبتهم بتنط عالي وحتى لو منهم الابيض بالاسمر كل واحد هتلاقي امكانياته بدنيه عاليه طب البرازيل شارك كاس العالم كمنتخب اللي فات ولا ما شاركش بس ما شفناش البرازيل لا ما شفناش البرازيل انا ما شفتش البرازيل بس ده ما يبقاش انديكيشن ان ممكن فرقهم تبقى ضعيفه ولا دي ممكن ملهاش علاقه هي ما هي كوبا امريكا اصلا بتبقى بتتلعب ما الامريكان ساعات ما بيكسبوش الكوبا امريكا يعني صحيح. ممكن هو الشارك شارك فنزويلا والمكسيك والارجنتين دول انا اتفرجت البرازيل ما شفتها انا بس انا شفت البرازيل في منتخب الناشئين شاركت واحنا لعبناهم وكنا عاملين معاهم جيم كويس قوي وبعد كده خسرنا في الاخر يعني قصدي اقول برضو البرازيل قريبين مننا مش بعيد على مستوى الفرق انت فرقتك كويسه الحمد لله انا بقول احنا فرقتنا كويسه مش فرقه كويسة. يعني مش فرقه مثلا ايه نقدر نقول انها هتخش تاخد جيم وان سايد جيم والكلام ده لا انت عندك لعيبه تلا عندك ايهاب امين لعيب كويس جدا عمرو الجندي لعيب كويس جدا عمر زهران لعيب كويس جدا طارق النهارده كيجو النهارده مشاركه اولى ليه بكره وكيجو يعني كيجو يعتبر اضافه برضو تحت الباسكت لانه لعيب قوي بدنيا خاصه ان احنا يعني ما بقاش معانا احمد اسماعيل فالنهارده انت جبت كيجو وده خمسه وده خمسه فما يحصلش دروب في الفرقه مش هيحصل دروب يعني ما بص عمر طارق برضو لعيب قوي جدا الحقيقه لازم نكون بنستغله بطريقه احسن يعني انا من الناس اللي بنادي دايما ان عمر طارق ده يا جماعه لازم يتبني عليه لعب ما ينفعش يبقى الراجل ده ملوش اثر ايجابي شغل جوه الملعب ما ينفعش انت عندك حد ما حدش عارف يوقفه بس هو كابتن هاني بالنسبه لعمر يعني بقول لحضرتك راي المحللين في يعني هو طبعا هجوميا يعني صعب حد يوقفه بالحجم ده بالسايز ده تحت الحلقه صعب ولكن دفاعيا ممكن يدافع على ناس اخف منه فبتبقى دي هي المشكله ودايما مستر اجوستي احنا بنلاحظ ده ان هو بيبدا يسحبه حتى في الباسكتبول افريكا ليج ما ادالوش دور كبير لما لقى الخمسات اللي هناك او الفرق اخف انا معاك مشكله عمر مش في الهجوم انا معاك مشكلته في الدفاع بص هو عمر عنده مشكله انه الكنترول بتاعه على جسمه قليل يعني ايه الكنترول على جسمه قليل بس ده له شغل يعني المفترض برضو ده بيتحسن النهارده الكنترول على جسمك ده انت المفروض له تمارين فاولاته كتير يعني صحيح. بيعمل فاولات بطريقه سريعه لان برضو كنتروله على جسمه هو اللي فيه المشكله ولكن هو النهارده عمر اساسا لما تيجي انت ده حد طوله 2 متر 15 و2 متر 16 فلما حد حتى السنتر اللي قدامه بيلف هو لو الراجل رجع نص خطوه لو رجع نص خطوه عنه بقى في مساحه اللي يقدر يعمل عليها ديفنس زي ما هو عايز يعني لان هو عالي جدا انت فاهم انت قصدك انه ممكن تعوض السرعه دي ان انت تسقط نص خطوه وحتى اعوضها في الاوفنس برضو ان انا اقلل التيمبو بتاع الجيم شويه عشان هي الانتقال من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم لازم برضو اسيطر على الايقاع بتاع الجيم ليها شغل يعني مش مالهاش شغل مش كان بقول لك لازم تستغله لازم اللعيب ده يستغل اللعيب ده قوي جدا مش موجود في مصر وافريقيا خالص وبرده الحقيقه في كاس العالم برضو ان الراجل برضو ما اشركوش يعني عمر طارق ده راح لعب خمس ماتشات لعب 16 دقيقه ده مش ممكن عشان بقول لك كان عندنا احسن عندنا احسن لان انت بتلعب على نفس السايزات دي برافو صح يعني هو بيلعب على نفس السايز المكسيك كان في واحد نفس السايز ده نفس السايز ده بس احنا كسبنا المكسيك انما انت كان ممكن في ماتش ليتوانيا برضو كان الراجل ده له دور كان له دور مع السنتر بتاع ليتوانيا ابو دقن ده كان عمر كان يقدر يعمل معاه دور وكان يقدر يعمل دور كبير جدا في الاوفنس برضه بتاع ايسلندا تقريبا كنا ممكن يبقى ليه دور اكبر من طبعا ليه ادوار كتيره جدا هتدربك دفاعاتهم يعني هم هيغيروا تيمبو الجيم وطريقه لازم عشان هيخافوا منه طبعا ولازم اللعيب على الاقل هيسقط تسحب ساعه لعيب تاني شويت يعني ما هو ده لعيب ده السنتر الكبير تقيل ده لما يبقى جوه الزون
لازم انت كديفنس اساسا بتبتدي تبقى كولابس، لازم تسقط شويه عشان تقلل على المساحات اللي يعرف يلف فيها. فده في حد ذاته وجوده بيدي مساحه لبقيه الزملاء ان هم يلعبوا، حتى لو هو ما حطش باسكت، حتى لو هو ما حطش باسكت فهو له دور فعال. بس لازم انت تكون لك انت كمدرب او انت كالنهارده بتدير الفرقه لازم تدي له الشغل بتاعه، انت تعمل شغل ليه. طب كابتن، النهارده النادي الاهلي بيستعين بثلاثه محترفين، تمام، منهم لاعب عربي، وكان اختياره مقصود انه يكون لاعب عربي، عمر عباده، عشان يشارك معنا في البطوله العربيه، ومايكل فاكوادي، وكمان طبعا اللاعب الامريكي البوينت جارد موريس البوينت جارد نوريس البوينت جارد الثالث. شايف النهارده ان دول اضافه، خاصه دايما مستر اجوستي بوش بيبقى كل يعني مايكل فاكوادي دايما بيجيبه، لو افتكرت حضرتك في الباسكتبول افريقيا. انا فاكوادي بحبه، خد بالك، لعيب كويس، لعيب كويس، لعيب كويس جدا. الجديد علينا النهارده البوينت، ايوه، عمر عباده شفناه، يعني عمر عباده مش مع منتخب تونس بس، في البال كمان كان بيلعب مع فريق ساحل العاج، كان بيلعب مع فريق ساحل العاج، كان له دور مؤثر، يعني كان بينقل الفرقه كويس من الدفاع للهجوم، بيتحكم في ايقاع المباراه كويس، عنده شوطه كويسه، بيعرف يخش، بيشوف كويس، وهو لعيب طويل برده، مش لعيب قصير، يعني لعيب طوله ينفع في المستوى الدولي، لانه برده القصيرين بيبقى عندهم شويه ديفو شويه، لان اللعيب اللي بقى قدامه بقى لو اكبر منك في الحجم بيقدر يلعب عليك اوفنس اكتر طبعًا يعني طبعًا. فهو ده يعني انا مش عارف، بس انا برضو اوجوستي جاب اثنين بوينت جاردات، يعني جاب عمر عباده بوينت جارد، وجاب الراجل الامريكي الثاني بوينت جارد. وجهه نظر ايه فنيه من وجهه نظر حضرتك؟ مش عارف احللها دي. برضو انت يعني انت النهارده المفترض كنت تجيب شوتينج جارد، لان النهارده انت عندك مثلا ايه الجندي بيجي له اوقات برضو ما هو مش توب فورم، وبرضو النهارده الجندي مثلاً. برضو الجندي رغم انه من احسن اللعيبه اللي جت على مصر يعني، بس هو عمل كده في الباسكت بول افريكان ليج، جاب الولد الشويط اللي هو اسمه اللي هو ما كان، هو كان اموت وفاكوادي، وكان الويست ميكر، لا كان في اول الراجل الشويط بس ده بس جارد مش بوينت، ما هو كان جارد، هو عمل اللي حضرتك بتقوله ان هو ما جابش. انا ما اعرفش ليه ما عملش كده هو النهارده. طيب هل هو مثلا كانت تختار دي لقدامه، فممكن النهارده يلعب نوريس يلعبه جارد، بيكون هو بوينت جارد وهيلعبه جارد؟ انا ما شفتوش، لان ما اعرفش هو بيلعب ايه. انا بس انا عارف ان هو بوينت جارد، هو بوينت جارد صريح، يعني ده اللي انا اتقال لي يعني انه ده بوينت جارد صريح. طب مين في الاهلي؟ طيب ما هو انت كل فرقه عندك محتاج اثنين بوينت جارد، بس انت النهارده عايز الثلاثه في الملعب. بس خلينا نقول مين من المصريين او من اللعيبه اللوكال اللي تقدر تلعب بيه بوينت جارد موجود في الفرقه، خاصه عمر عزب مش معانا. بص هنقول يعني عمر عزب مش بوينت صريح في وجهه النظر الشخصيه، يعني هو ما يقدرش يعني هو اتنينيه كويسه قوي، انما ما ينفعش واحد صحيح يعني، او يسند واحد، ما يبقاش اساسي واحد، ما يبقاش اساسي واحد، ياخد لك تايم صحيح واحد يقدر. بس الوقت الكبير يتاخد في الشوتينج جارد، ما يبقاش اساسي بالنسبه لك ان ده بوينت جارد بتاع الفرقه. صحيح بالك. بس هو دلوقتي ايهاب امين بيعرف يلعب واحد، جندي بيلعب يعرف يعني بيعرف يلعب واحد، انت فاهمني؟ يعني هو النهارده عنده الامكانيه يلعب، عنده امكانيه انه يطلع لك الكوره من الدفاع للهجوم، ويتحمل الضغط في نص الملعب، يتحمل الضغط في نص الملعب، ويحاول انه يوزع الفرقه. ده عندك كتير يقدروا يعملوا كده، الجاردات اللي موجوده عندنا كلهم عندهم الامكانيات دي. النهارده المحترف الامريكي اللي لعب معاك السنه اللي فاتت مش موجود واعتزل، ده خساره. ده اعتزل تومسون اعتزل. انا كانت الناس بتهاجمه، انا كنت بحب تومسون ده جدا، طول عمرك بتحبه وقلت لي كده اكتر من مره. الراجل ده لاعب مؤثر، وده مؤثر جدا. كسبنا خمس بطولات منه. مؤثر انت ممكن انت باصص له لعيب عايزه يجيب سكور عالي، لا بالعكس، انا ده لعيب بيلعب لي الفرقه، يعني اللعيب ده بيحط كل واحد في مكانه وبيدي لكل واحد في وقته ويشوط. فالنهارده هو مش موجود، وكمان هو كان بياخد له 30 35 دقيقه، فانت النهارده عشان تغيب ما هو هتلاقي نظر. يمكن اوستي جايب الراجل البوينت جارد الامريكي ده، او الاثنين يبدلوا بعض، او ممكن يبقى الوقت الثاني يكونوا مع بعض. بس في الوقت ده بقى احنا كنادي اهلي يعني برضو انت عندك مثلا مؤمن طارق خيري، عنصر شاب طالع، يعني كنت اتمنى انه ياخد مساحه في الماتشات دي. الماتشات دي هي اللي بتعمل لعيبه، خد بالك، الماتشات هي اللي بتعمل لعيبه، مش التمارين قدامه ان شاء الله. مش التمارين صحيح، ماتشات طبعا، ماتشات هي اللي بتعمل لعيبه. النهارده انت دقيقه في الماتش ب 100 تمرين، انت بتطلع ومهارتك بتزيد جوه الماتش مش جوه التمرين. ونفسك، الباسكت لعبه صعبه، صعبه جدا، فالنهارده لما بتلعب وتجيد بتوديك مكان تاني، وخاصه لما بتلعب كمان ضد يعني جد ديفنس قوي. بس مؤمن وجهه نظر حضرتك يعني جارد ولا بوينت جارد اكتر؟ يعني هو طول عمره في ناشئين كان بوينت جارد، كان بيلعب بوينت جارد. هو عشان طويل مؤمن مش قصير، وعنده شوطه كويسه، فهو الناس ابتدت ايه يعني برضو بيوجهوا في حته انه يبقى في اتنينايه،
وممكن يلعبوا 3 في وقت لانه طويل، عنده سايز يقدر يلعب، عنده سايز يلعب الكلام ده. بس هو عنده امكانيات كويسه جدا، في بيشوف كويس يعني، بيشوف الملعب كويس، اسيست بتاعه عالي. صح. فهو رؤيه الملعب كويس دي مش كل الناس عندها ده. مش كل الناس بتبقى شايفاك. وعنده نسبه في تيتا بونت كويسه جدا على سنه، على سنه. ما بياخد مساحه. ما احنا المفروض النهارده كنادي اهلي برضو يعني، برضو حتى البطولات اللي بنشارك فيها دي طبعا شرف ان تشارك في كاس العالم للانديه، دي حاجه كويسه جدا طبعاً. بالنسبه للنادي الاهلي دي اول مره لينا، نتمنى لهم التوفيق. طبعا قبل كده شارك نادي الزمالك، وشارك من كدول عربيه يعني، واتحاد المنستيري شارك من تونس يعني. مشاركتكم خلينا نتكلم ونعترف كانت مشاركه ضعيفه، لان ما كسبوش ولا ماتش، كسبوش ولا حاجه. فدي احنا بنتطلع النهارده لاول ماتش افريقي نقدر نكسب. احنا فرقتنا كويسه، نقدر، احنا فرقتنا نقدر، عندنا فرقه كويسه، نقدر بس يبقى داخلين مش بالكونسبت ان احنا جايين ضيوف، احنا مش جايين ضيوف، جايين نلعب نكسب، جايين نلعب. فلو جايين نلعب الملعب موجود، خسرت في الملعب هارد لك خلاص، ده ما ده كابتن يعني. هنحلل كده البطوله، انت عندك مجموعتك 3 فرق هيترتبوا 1 2 3، هتلعب انت اول يومين في المجموعه واليوم الثالث اوف، وهتلعب بعد كده لو الكروسات انت بقى كروسات، اول بيلعب اول على الجولد، اول بيلعب ثالث من المجموعه الثانيه، اول هيلعب ثالث وتاني هيلعب تاني. لا يا كابتن خلي بال حضرتك، هو في لغط حصل كتير، واحنا جبنا الفاينل، هم مش عايزين وقت البطوله يطول. هم هيعملوا ان اول هيلعب اول على الجولد، وتالت هيلعب، وتاني هيلعب تاني على البرونز، وتالت هيلعب تالت على الخامس والسادس. هتبقى كده. هم حصل فيها لغط كتير على فكره، والمواقع في موقع كاتب كده، موقع كاتب كده. احنا جبنا الخلاصه النهارده، انت لو قلنا في اسوأ الورست كونديشن الورست كيس هيحصل ايه، انه هناخد تالت، هنلاعب مين ناحيه منام البحريني. فكده ان شاء الله انت ممكن على الاقل يا رب باذن الله. احنا دخلت شفت السكواد بتاع المنامه، وناجي يعني زميلي في الاعداد برضه بصينا مع بعض، لقينا السكواد بتاعنا احسن بكتير من المنامه. فكده انت ممكن ماتش تكسب، الا اذا حصل مفاجاه مع، اتمنى ان شاء الله، انا متوقع ان شاء الله ربنا يوفقنا، انا متوقع ربنا يوفقنا. ولو شبابنا ركزوا كويس، واوجوست يركز كويس في الجيم، ولعبنا على هوانا مش على هوا الخصم، يعني بمعنى ان انت اتحكمت في المباراه، التيمبو بتاع الجيم حضرتك عمال تعيد وزيد على التيمبو. احنا مش بتوع سرعه، احنا بتوع لعب منظم، احنا بتوع لعب منظم، ما تجرنيش بقى للسرعه. هو لو انت اتجريت ورا السرعه وعايز تجاري وتحاول ان انت تبقى ماشي على نفس الايقاع السريع، مش هتكسب. صحيح، عندنا لسه مشكله في الحته دي. صح، عندنا مشكله كمصر. مش كنادي اهلي. الله ينور عليك كمصر، عندنا مشكله في الحته دي، مشكله في السرعات. فاحنا في السرعات ما بنتفوقش، بالعكس بيجي لنا رعونه، فبتلاقي اي حد بيقعد يفرقع يشوت يعني يشوت. احنا لما نلاعب فرقه يعني تقيله بنعرف نأدي، بنأدي فرق سريعه ما بنعرفش. وفي النص بتخطف لك 2 3 4 5 6 فاست بريك، بتبقى برضو بتزود في الاداء. انما الاساس ان انا لازم اخلي الفرقه الثانيه تلعب على سرعتي، ان انا اوقفهم 5 على 5. طب كابتن، احنا من وجهه نظر حضرتك وحضرتك قلتها في وسط سياق الكلام، ان احنا في اي حال من الاحوال احنا بنستفاد ومستفيدين جدا في كل حاجه، بطوله زي دي كل ده استفاده خاصه ان السكواد بتاعك ما حصلش فيه تغيير كبير عن السنه اللي فاتت. فانت اللعيبه يعني يمكن مصطفى كيجو بس ماشي جديد يعني، وده يعني سنتر وساد سنتر، ما لا مفيش فروقات يعني. انا بعتبر الاثنين على مستوى الاداء يعتبروا في نفس الليفل يعني، ما خسرناش حاجه وما زودناش قوي. بس يعني انت بس هو مصطفى مش لعيب وحش على فكره طبعا، وكمان خلي بال حضرتك في ميزه كويسه، هو عنده الويلنج انه يجي لك، وكان عنده رغبه من زمان انه يشارك مع النادي الاهلي، او عايز يكون مع النادي الاهلي. وهو لو بس هي العمليه تبقى راجعه لاوجستي برضه، انا بقول لك اوجستي في لعب السناتر قليل سنه. ما هو لعب السناتر ده، لو انت اتفرجت على كاس العالم اكيد طبعا. مفتاح اي مكسب، مفتاح اي مكسب هي اللعب مع السناتر، اللعب انسايد، لعب انسايد على الراجل اللي واقف انسايد ده، اولا بيفتح بقيه الملعب، لان النهارده لو الكره بتنزل تحت لازم الديفنس كله لازم يضم ويقفل، يضم ويقفل تحت، يديك مساحات بره تلعب، يديك مساحات، اما تلاقي باس ده حاجه تلقائيه. انا لما كنت ببقى جارد ولاقي الكره نزل تحت بروح مرحل واقف في مكان على الشوطه، شكرا، بيجي لك بتشوط وسناترك موجودين تحت، يعني في برضه 50-50 تشانس. ده لاتفيا تقريبا، خد بالك لاتفيا دي جديده جدا، جديد. لاتفيا دي لما كانت بتيجي تلعبنا مع منتخب مصر كنا بنكسبها. لاتفيا كسبت لتوانيا بعد كده، فلاتفيا النهارده قايمه على سنتر، قايمه على سنتر
يعني يعني لاتفيا من الفرق اللي بس كلام حضرتك التزام وديفنس نار. بيلعبوا مجهود عالي جدا في الديفنس. طب تفتكر يا كابتن كده منظم اللي احنا شفناه في كاس العالم اللي فات ده يقول لك ان الباسكت ما بقاش في امريكا بس؟ لا ما بقاش في امريكا بس، انا بقول كده من بدري. الناس عماله بتتكلم ان النهارده الام بي اي ما راحش بالكريمه بتاعت الام بي اي، ما حدش ما قال لهم ما تروحوش. انت فاهم ما بيحبوش يعني، هم ما بيحبوش الفيبا، ما بيحبوش مشجع، هم بيحبوا الاولمبياد. ما حتى لو راحوا برضو في الاولمبياد وراحوا بالسكواد العالي، النهارده اعداد اللعيبه اللي موجوده في الام بي اي النهارده من اوروبا بقى كتير جدا، بقى كتير جدا. يعني النهارده احسن الام في بي بتاع 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 يوناني كان يوناني. لا 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 صربي يعني السنه اللي فاتت. لا السنه دي اللي اسمه الصربي لوكا اسمه لوكا. لوكا جوكيتش. يوكيتش وما راحش لعب معاهم كاس العالم برضو عشان ما دي برضو علامه استفهام. هو راحش ليه؟ قالك عايز اريح. ما اريح، ما هو انت الام بي اي في حاجه و90 ماتش، خد بالك السيزون بتاعه قلبه يريح كاس العالم. لا وبعدين يعني برضو صربيا انا بحب الصرب، خد بالك انا بحب مدرسه الصرب دي. مدرسه الصرب دي في الباسكتبول عاليه جدا. صربيا واخده 5 كاس عالم، مش صربيا يعني، بما ما كان اول 3 يوغوسلافيا وبعد كده 2 ايام درازان بتروفيتش وديفاك وراجا. صربيا اتفتتت 5 دول، والخمس دول منهم 3 بيلعبوا في كاس العالم. انت عندك مونتينيجرو وصربيا ومسادونيا، الثلاث فرق دول، ما دول كانوا المفترض يبقى فرقه واحده. تخيل منتخب يعني منتخب ثلاث فرق كان يعني ثلاث يعني فكوا الثلاثه راحوا كاس العالم، ومنهم كرواتيا لسه، بس كرواتيا عندهم ظروف كده فمش مشاركين، بس فرقه قويه جدا. فالنهارده انت بتتكلم في صربيا يعني ايه، وبعدين معاهم الجبل الاخضر. بس معلش يا كابتن، لو 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 امريكا راحت في كاس العالم بليبرون جيمس كيري بتومسون اكيد اللعيبه طبعا اعلى اعلى، ما حدش يقدر ينكر ما حدش يقدر ينكر ده كواليتي لعيبه. انت بتتكلم في لعيبه النهارده بملايين الملايين الدولارات، يعني في فروق كبيره جدا في الافراد كلعيب ضد لعيب يعني. امكانيات اعلى، امكانيات بدنيه اعلى، بس مش هيبقى التفوق الكاسح. لا اللي هو كنا بنشوفه زمان، فرق 50 و60 و70 بوينت. اللعبه قلبت على ديفنس الام بي اي برضه. الديفنس فيه رغم ان يبدو ان هو قوي جدا وبيلعبوا الدفاع، بس هم برضه الام بي اي شو عشان ملعب اوسع كمان، وهو شو طبعا. هو الناس بتقول لك انا جوينج تو ذا شو، هو مش بيقول لك انا رايح العب جيم، انا جوينج تو ذا شو. هو النهارده قدامه جماهير كتير عايز اللعبه الحلوه، عايز الدنكات، عايز الشوطه الاوت اوف رينج، عايز الحاجات اللي هي ايه الناس بتقول عليها واو. ده الام بي اي. اوروبا غير كده، اوروبا ديفنس هثبتك مكانك، هو مش هتحط باسكت بس. خلي بال حضرتك، انا سمعتها من الامريكان كان الملعب في الام بي اي واسع، فده بيدي مساحات، زائد فيه رول مهم في الهلب ان انت ما ينفعش تبقى بايت في الهلب. ما ينفعش تبات في الهلب، تبات في الهلب عليها بونطره بالظبط. في اوروبا مش كده، اوروبا الملعب في فيبا بقى الملعب اضيق، الثلاثه بونت اقرب، فالامريكان بيتضايقوا مش عايزين بقى النط اللي هم بيعملوه، مش لاقيينه مساحات والجري مش لاقيينها. انت لعبت ضد امريكا ولا لا؟ انا ما لعبتش ضد امريكا. انا لعبت ضدهم 3 مرات، انا مسكت ديفيد روبنسون في بطوله من البطولات. الامريكان في الملعب حجمهم كبير قوي، حجمهم كبير حاجه مش طبيعيه، عشان بالك يعني الملاعب الضيقه ما يحبوش غير فرق العالم. لا ملاعب حجمهم جامده صح. انا حين كنا بنلعب بره والله ماتش، عمرو ابو الخير كان معانا في بوينت جارد. فالمهم عمرو طبعا هم نزلوا، ما تفهمش برضه، هو بيقول لك ده نيم اوف ذا جيم، هو نازل لعبنا ده ضاغط علينا فول كورت بريس من اول لحظه، من اول جمبول. فتطليع الكوره صعب جدا، بكلمك جد. الشباب لما بتنزل وبتفرش والله بيقفل الملعب مش هزار. فعمر يا عيني مش عارف يطلع بالكوره، فقال لك ما تسيبونيش خمسه نطلع الكوره، انتوا معايا في نص، انتوا معايا رجلكم على رجلي. ماتش صعب. ده كان في الاولمبياد، كان معانا كابتن حسام برضو عبد الحميد. كان كان هو الماتش ده انا جايب فيه مش عارف 4-6 بونت، وعصام جايب 8. احنا سكورنا كان قليل، ضربونا كتير. كانوا ايه 90 حاجه وحاجه و60 او حاجه و50 حاجه كده يعني. فالسكور توزع على الفرقه احنا بالنسبه لنا. بس ماتش ما تنساهوش يا كابتن طبعا. بكلمك جد، انا والله انا لا اذكر ده زي امبارح. يا عم ما تسيبونيش، ما تسيبونيش، طلع الكوره كلنا سوا عشان يعرف يلاقي مساحه يطلع فيها. لا ده لسه اتكلم مع حضرتك بس يعني في تفاصيل كتير، بس خليني استاذنك واستاذن الساده المشاهدين، نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا الممتع مع كابتن هاني عبد المنعم عن النادي الاهلي ومنتخب مصر والباسكت بول في مصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع كابتن هاني عبد المنعم نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اولمبياد، كاس عالم، احد اساطير اللعبه حرفيا. كابتن هاني، يمكن عايز اروح مع حضرتك في حته معينه وهي الدوري المصري. تمام. الدوري المصري النهارده بقى دوري قوي،
وانا من وجهه نظري يعني ما اعرفش طبعا متواضعه وطبعا حضرتك يعني استاذنا ومثلنا الاعلى في كل شيء انه اقوى دوري في المنطقه ده معلش اقوى من الدوري اللبناني واقوى من الدوري السعودي انا من وجهه نظري يعني متواضعه شايف الدوري المصري ازاي وشايف تطوره في وجود الاجانب ازاي اختلف معاك الدوري المصري لا مش قوي يعني الدوري المصري ما يفرش خامات كويسه انا شايف اساسا يعني حتى بعدد الفرق اللي بينافس يعني انت بتوصل لا 6 7 فرق انت بص واحنا قاعدين دلوقتي كده اقول لك ان اهلي واتحاد يعني ده مش ممكن يكون دوري قوي لما انا النهارده واحنا قاعدين دي قبل الدوري ما يبدا بقول لك النهارده اللي هيبقى في المنافسه في الدوري اهلي واتحاد طب شايف البلاي اوف ينافس يا سوري يناسب نوعيه الفرق المصريه ولا نرجع زي زمان دورات مجمعه خاصه ويندوز اللي بتتلعب دلوقتي بشكل كل حاجه دلوقتي. لازم كلها اسباب انا النهارده يعني هو ده رساله موجهه للاتحاد انا بقولها لهم في الوش على طول يعني انا كنت عضو مجلس اداره في الاتحاد سابقا طبعًا يعني طبعًا بس برضو بقول لهم انتوا النهارده احنا بنطول الدوري ليه مفيش اي نتائج من ان اطول الدوري مفترض ان انا النهارده عندي فرق قوميه دلوقتي صاعده ان انا اقدم الاجنده الدوليه على الاجنده المحليه وانجولا بتعمل كده كل الدول اللي عايزه ترتقي بمستويات فرقها القوميه لازم تعمل كده ليه لان الدوري المحلي ما انت النهارده دوري بتلعبه من غير جمهور مفيش جيت مفيش اعلانات في فرق بتصيف من البلاي اوف بدري شكرا. يعني انت في الدور الثمانيه او البلاي اوف بالبدايه في فرق بتخسر بره نوك اوت وبتقعد شهرين ما بتلعبش انا حضرتك النهارده الدوري المرتبط انا طبعا الدوري المرتبط شيء كويس بس هي النظريه النظره هو انا بلعب دوري المرتبط ده اضيع فيه الوقت ليه عشان اربط فرق ال 16 مع فرق الدرجه الاولى كويس عشان نهتم ماشي كويس قوي انما طلعني بنتيجتي يعني طلعني انت ما تصفرنيش انت النهارده وانت بتعمل دوري المرتبط عشان ترتب من 1 ل 8 وطلعني زيرو طب ما انا زيرو المجهود اللي انا عملته اطلع بالنقط اللي كسبت اطلع اللي انا كسبته واكمل والناس وده دوري خلاص بقى بيعد بنقط اللي يكسب يعني يكسب يعني قصدك ان احنا ما نفصلش المرتبط عن ما بعد انت المرتبط. عايز تفصل المرتبط خلي النتيجه بتاعته تكون ايجابيه لان انت النهارده دوري المرتبط في النهايه تقول لك ده مش دوري ما بتعترفش بيك بطوله فانت ازاي النهارده انت بتلعبني كميه اللعب ده كله كميه المصاريف اللي على الانديه دي فكره محترمه ماشي كويس قوي طب ما انا اطلع بيها اطلع بنتائجي اطلع باللي انا بذلت فيه مجهود امال انا صرفت الفلوس دي كلها ليه عشان الدوري المرتبط مش عايزه الدوري المرتبط ما اهتمش ايه المشكله ما انا النهارده في الاخر هطلع من 1 ل 8 وابدا تاني من 1 ل 8 تصنيف بقى لاعب كروسات الله طب ايه الموضوع انت بتلعب دوري مرتبط عشان ترتب الفرق من 1 ل 8 حضرتك من وجهه نظرك ان انا اطلع بالنقاط بتاعتي اطلع بنقطي تمام. وخلاص وابقى اكمل وده بالعكس ده هيدي دافع للفرق اكتر انها تهتم بالدوري الناشئين فعلا أو يبقى انا كده ههتم فعلا ان انا عايز اطلع بنقطي عايز اكسب مش اهتمام ظاهري بس عشان اخش جوه لا واعمل بعد كده بطوله السوبر تبقى مربوطه ماشي خلاص كده انا طلعت بنقطي والناس بتتنافس بس انا مش عارف في نقطه انا كنت اثرتها قبل كده في الاستوديوهات التحليليه حته البلاي اوف انا شايف ان البلاي اوف بيبقى ناجح لما يبقى فرقه دوله زي امريكا بتبقى عندها ايست ويست ودول وولايات كتير ناس بتتفرج انما النهارده انا عندي هم ست فرق اللي بينافسوا ما ينفعش ابدا ان انا ابقى في فرقتين منهم بطلعهم قبل الدوري ما يخلص شهر ونص والفرقتين اللي وراهم بيطلعوا بره طب ما انا اعمل دورات مجمعه زي الويندوز بتاع كاس العالم وهي دي اللي بتتلعب ده ما هو احنا بشكل كده بقول لك تتفق معايا بدي ولا حضرتك شايف البلاي اوف ممكن يكون لا انا البلاي اوف ليه غرض البلاي اوف الامريكان عملوه علشان يزودوا الجيت عشان كل دي ايرادات النهارده الفرق دي كلها فرق محترفين ملاعب ما فيش ماتش بتلعب ملعب فاضي صحيح ده كلام فاضي مش بيتباع قبلها بخمس ست شهور ما تلاقيش تذكره في البلاي اوف ما تلاقيش تذكره اصلا كنت رايح امريكا من فتره قريبه وحاولت اشوف ماتش احضره دخلت على الابلكيشن ما فيش الكراسي اللي فاضيه فوق خالص بتتفرج في التلفزيون تشوف لعيبه نمل انا بقول لك هتتفرج في التلفزيون احسن من فوق هو بيحط لك شاشه انت يعني انت قاعد في البيت تتفرج في التلفزيون فالنهارده هي البلاي اوف له موضوع اللي فوق دي ب 150 دولار و 200 دولار يعني عشان كده بقول لك هي النهارده له موضوع معمول مجرد ان انا بلم ايراد ماتشات رايح جاي كلها فيها نتائج كلها نتائج مكتوبه وفي ابناط موجوده وده بزنس يعني صحيح. بزنس عالي ممكن ده ما يناسبناش طب ما ندرس مش متواجد عندنا يا ريت نوجد البيزنس انا مش بقول لا يا سيدي نلعب بلاي اوف بس خليني ملاعب ادخل فيها جماهيري وادخل فيها ناسي عشان اعرف ابيع للتلفزيون وعشان الدول احنا البال يا راجل النهارده لعبنا البال في مصر اللي هي بطوله افريقيا للانديه تصفيات ما كانش جماهير انا يا جماعه في ايه ده احنا حضرتك حاجه زعلتني بقى كمان لما رحت حضرت الماتشات دي لما لعبنا بطل انجولا في لعيب من جنوب السودان موجود معاهم ديانجا احنا كان معانا لعيب من جنوب السودان بس هم كانوا جمهور انجولا جمهور جنوب السودان شجعوا انجولا كانوا اكتر من الجماهير اللي حضرتك تصور
فاكر الماتش ده؟ طبعا مصر. في مصر. فهو دي حاجه برضو يعني تزعلني انه انت لو عندك فعلا جماهير تحضر انت هيبقى عندك بيزنس كويس. انا بص يعني الناس بتقول لك النهارده مفيش جماهير علشان دواعي امنيه. ده كلام مش ده كلام مغلوط انا بقوله على الهواء. مفيش حاجه اسمها دواعي امنيه. ما ينفعش النهارده يبقى عندي فيها حفله واجيب 50-60 ألف واحد احطهم جوه الاستاد. ما هي زي ماتش كوره. بس خلي بال حضرتك هي الفكره كلها انه ممكن صالات الباسكت مش محتاجه العدد ده كله. طبعًا. حضرتك عارف الباسكت ممكن 500 واحد بس هو برضو في عزوف شويه. ما خلينا اتكلم حضرتك بكل امانه في عزوف من متابعه الباسكت بشكل كبير. لا بقت النهارده يعني عمليه صعبه يعني ما فيش عزوف. انا عايز اقول لك حاجه ماتشات البال لو تشوف عدد المشاهدين كانوا المتابعين لفريق النادي الاهلي لا حاجه كبيره جدا. مصر كلها كانت بتتفرج على البال. اللي كانت هنا التصفيات اللي كانت هنا مجموعه النيل والفاينلز كان الناس كلها متابعه على الاون طبعا بالظبط. لو كل انديه مصر كانت معموله على الشاشات الناس كلها قاعده تتفرج. طب خليني اقول لحضرتك مثلا انه النهارده ماشي بلاي اوف ما ينافسش. طيب ما هو كان زمان انا افتكر ايام كابتن محمود احمد علي رئيس الاتحاد الله يرحمه كان بيعمل حاجه نظام دورات مجمعه. دورات مجمعه لانه كانت افريقيا ساعتها كده. كان حضرتك لما اتاهلت من افريقيا كده. دلوقتي افريقيا عباره عن ويندوز بتروح تلعب ثلاث ماتشات رايح يوم وتلعب ماتش. فاذا انت النهارده اتفرض عليك نفس النظام تاني ان انت بتلعب ثلاث مباريات متتابعه تريح يوم وتلعب مباراه ب 12 لعيب. خلي بال حضرتك ب 12 لعيب هم في الاتحاد بيلعبوك الثلاث مباريات بس مش متتابعه بيلعبوك بس مع نفس الخصم. مع نفس الخصم على الاسبوع يعني بتلعب ماتش ويوم راحه وماتش. طب ما انا اعمل ده انا وجهه نظر يعني ده الصح. انا موافق ما نعمل 8 فرق ودورتين ويبقى هنا 4 دوره مجمعه وهنا 4 دوره مجمعه بكاتيجوريز معينه وتعمل 3 دورات مجمعه يبقى كل الفرق المصريه بتلعب بنفس نظام افريقيا وهتوفر في الوقت. اما هتوفر في الوقت هتفتح لي مساحه اكتر للمنتخب يشتغل. الله ينور عليك يا كابتن. صحيح اشتغل منتخب اول مشتغل به اشتغل اكتر من فرقه. صحيح. وانا كان في وجهه نظري اساسا وقلتها للناس يا جماعه طب ما النهارده منتخبات الناشئين ان احنا بنروح كاسات العالم وكل حاجه جميل قوي ان انا متاهل من افريقيا لان عندي دواري منظمه. الدواري المنظمه دايما بتفرز لعيبه عندهم فكر شويه منظم عن بقيه افريقيا. انا اعمل فرقه تلعب مع الدرجه الاولى يعني. صحيح. اعمل النهارده فرقه ال 18 سنه فريق قومي بتاع 18 سنه ده يلعب كفريق بقى الليج. هو الليج ونتائج محسوبه. محمود عملها مره سنه ونتائج محسوبه 18 سنه منتخب لعب كانه فريق. ده هيفرق مع هيفرق مع اللعيبه الصغيرين دي بمراحل. انا لعبت الدوري كده. انا لعبت فريق اول درجه اولى 17 سنه ونص ولا 16 يعني. بس حضرتك قلت نقطه مهمه ان نتائجه محسوبه طبعا. طب بس سؤال هنا يا كابتن هاني. طب افرض لعيب مهم في الاهلي بلاش الاهلي اي فرقه ثانيه عشان ما اقولكش ان احنا يعني بنتحيز المنتخب يلعب مع المنتخب. لا يلعب مع المنتخب يعني دلوقتي انا عندي سنتر مهم واساسي بيلعب بس ما فيش مديله عقد بالملايين يا كابتن. ما فيش عقد في ملايين بال 18 سنه بيدوهم والله. لا ما فيش حد بيدي ماشي بديله 250 ولا بيدوه ولا لا 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 كل اللعيبه الصغيرين دول ما بيدوش كل حق رعايه. يعني حق رعايه لغايه صحيح مش هتلاقي نادر لما تلاقي لعيب 18 سنه مؤثر مع فرقته جامد. زيرو مش نادر مش زيرو. فدول يروحوا يلعبوا 12 لعيب معاهم مدير فني بتاعهم بيلعبوا ونتائج محسوبه. انا النادي بالنسبه لي المصلحه في الدرجه الاولى. صدق يا كابتن فكره جامده جدا. انا اتعاملت معايا على فكره. انا لعبت مع كابتن رائد الجنيدي فريق في الدوري كنا بنلعب الاهلي والزمالك والاتحاد بس النتائج غير محسوبه. انت ما ده غلط. وانا استفدت وجيلي كله طلع. النتائج المحسوبه ايه؟ اسماعيل احمد جيلي وطارق غنام جيلي وكلنا كده بقول لك كله طلع لعيبه كويسه. الجيل ده كله كان 12 لعيب بيلعبوا في انديتهم بعد كده. ليه بقى اللعيبه كويسه؟ لانك بتلعب مع السن الاكبر. انت كده واخد على اللعب ده واخد على السيستم ده واخد على النظام ده بتبتدي مهاراتك تتبلور بدري وتاخد وقت ومساحه اكبر. انا اول ماتش ليا في الدرجة الأولى مع النادي الأهلي كان أنا مش فاكر سنة 84 ولا كان سنة كام. كابتن محمود أحمد أنا كنت طالع برضه من الناشئين كنت يعني لاعب برضه منتخب مصر أفريقيا وخدنا بطولة أفريقيا سنة 83 وأنا لعبت درجة أولى 84 موسم 84 أول ماتش ليا درجة أولى كان على ملعب نادي الاتحاد في استاد اسكندرية والكابتن محمود أحمد علي بدأ بيا الماتش ده لسه عيل صغير. مفيش لسه بكلمك جد مع لعيبه مين بقى. انا جنبي كان كابتن طاهر رجب كابتن نبيل بخيت كابتن عماد مراد سلعاوي كان حضر سلعاوي طبعا سلعاوي ما بقول لك من سنه 84 سلعاوي كل الزملاء موجودين وكان الناحيه الثانيه كان عصام ابو العينين على كان السيد صابر على زاهر عبد الباسط فرقه يعني فرقه اتحاد في عزه مدحت ورده عمرو ابو الخير طارق الصباح اول خمسه فايف ستاندينج دي الدماغ اللي انا بحترمها في المدرب. كابتن محمود احمد علي كان قلبه قاتل
ده الدماغ جريء جدا الله يرحمه يحسن. هو شايفني انا قوي انزل العب. وده ادالك بقى ايه فت مصر اولمبياد كاس عالم النادي الاهلي يعني يعني عمل لعيب. انا حملت شرط الكابتنه في النادي الاهلي من سنه 88 لغايه 96 يعني من اطول فترات اللي انا قعدتها كابتن فريق النادي الاهلي. حققنا بطولات كتير عملنا شغل كتير ومع المنتخب كمان ومع كان الفريق ثابت مع المنتخب اولمبياد انا لعبت 13 سنه منتخبات مصر. فالنهارده ده كله جه من ايه؟ اعدادك وانت صغير مظبوط. انت بتفتح فرص للولاد الصغيرين. انا نفسي النهارده اما تيجي تكلم حتى النهارده جوه الناس يقول لك اصل ما فيش لعيبه. يعني بقت النهارده التعليق مين يجيب تدعيم وصفوفه؟ ما فيش لعيبه. ازاي ما فيش لعيبه يا جماعه؟ بس اديله الفرصه. مش مديهم فرصه ومش مدي المساحه للعيب انه يلعب. طب كابتن هاني عايز اتكرك لقضيه بيعاني منها النادي الاهلي بالاخص. الا وهي رحيل عدد كبير من اللاعبين الناشئين من عندنا لتفوقهم وتميزهم على المنتخبات. بيروحوا جامعات في امريكا بشكل ومدارس كمان مش جامعات بس جامعات ومدارس بشكل مرعب. يعني النهارده لو جينا واحنا واقفين دلوقتي هنتكلم عن بيبو زهران، هنتكلم على محمود وليد، هنتكلم على لعيب قبل كده الشيخ كان موجود، هنتكلم على كان بيدو ما هو بيبو زهران لا بيدو اللي هو اللعيب الطويل بيدو عبد الله ناصر راح الجي ليج بيلعب في الجي ليج دلوقتي. عند حضرتك كمان يعني لو انا ناسي حد برضو افتكره عندنا في اخوين انا مش فاكر اسمهم عندنا كايدار سيف هنداوي. عندك الولد اللي هو اسمه عصران علي عصران مواليد 2007 اللي راح الام بي اكاديمي عندك وانت مغمض كده انا فاكر وانا 8 ده مصلحه خير انا ما عنديش مشكله يعني مش زعلان من لا خالص. يا ريت كل اللعيبه دي تلاقي فرص وتطلع بره هيفيد المنتخب القومي. وبعدين لما اللعيبه دي ترد مصر النادي الاهلي ما فيش حد احسن منه على فكره. كله هيبقى عايز مستني دوره في النادي الاهلي كله مستني دوره. يعني ما فيش النهارده النادي الاهلي مش شرط انه يربط النهارده يعني حته الملعب باسكت ما بيقفش على حد النهارده. النادي ما انت ليك عدد معين خلاص انت استوفيت عددك خلاص شكرا بقيت الناس هتدور على الحته الثانيه. انما كارتباطات كنادي اهلي النادي الاهلي اكثر الانديه المصريه احتراما للعقود واكثر الانديه المصريه احتراما لكل ما يلتزم به. ما فيش يعني ما فيش حد بيخش النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا فالنهارده المؤسسه الكبيره دي ما بتضيعش حقوق الناس. ما بيطلعش لعيب يقول لك اصل ده خد عليا فلوسي ده راح مني فالناس يعني اللي يحب يلعب في النادي الاهلي ده شرف. يعني حضرتك شايف انه يلا روحوا يلا روحوا مفيش مشكله ده فايده لان هو في الرجعه كده كده لو انا له احتياج ليا هيجي لي اول واحد صح لان انا محترم ولينا في ذلك هبقى مين اكبر حاجه هبقى مين كان راجع على سبورتنج. ما انا بقول لك اختار النادي الاهلي انا نادي محترم يعني نادي محترم بحترم كلماتي سمعتي كويسه اللعيب بيتفق عليه بيوصله ما فيش حد بيتاكل عليه حاجه. مش بقول لك النادي الاهلي مؤسسه ما يعني في انديه كتيره فيها مشاكل ولغط ولعبت وما خدتش وهتلاقي قصص وافلام كتيره جدا انما ما سمعناش الكلام ده في النادي الاهلي ما عندناش. فالنهارده اي لعيب من عندي بيطلع بيروح جي ليج بيروح اي حته لو ربنا وفقه ولعب في حته ده مصلحه لمصر يبقى النادي الاهلي خرج حاجه لمصر. حد هيقول ده من ناشئين النادي الاهلي لعب في اي حته من ناشئين النادي الاهلي حاجه كويسه ما بنقولش لا. واحنا عندنا فرقه كويسه عندنا مؤسسه كويسه عندنا قطاع ناشئين كويس. اللي عايز يكمل اهلا بيه اللي عايز يطلع بره اهلا بيه. وفي نفس الاول والاخر لما هيتفوق في جامعته او حاجه وهيفكر يرجع مصر تاني هيكون اول نادي بيفكر فيه زي ما حضرتك بتقول كسمعه وكحب وكانتماء هيرجع النادي الاهلي. في حته بس في النادي الاهلي دلوقتي حته موضوع ايه الاعضاء وابناء الاعضاء ده في الناشئين في قطاع الناشئين او البراعم يمكن والبراعم. الناس لازم تفهم ان النادي الاهلي في الاول وفي الاخر انت بتصرف ملايين في هذه اللعبه بتصرف ملايين. فالمفترض ما تبقاش يعني اهلا وسهلا بابناء الاعضاء ده طبعا على العين والراس اللي فيهم متفوق لازم في مكان طبعا. اهلا وسهلا ما فيش حد بيقول لا بس لازم النهارده يكون في مساحه لما هو خارج ده اللي هي الاجسام الكبيره الاجسام الاطوال النادره ده لازم يكون مفتوح له الباب. ما ينفعش النهارده في لعيبه كبيره ولعيبه مهاري اعلى انا كالنهارده حتى لو مش طويل لعيب مهاري وقصير لعيب مهاري وطوله مناسب وجسمه كويس لازم اجيبه لازم اجيبه لان ده انا بحضر انا كل ده انا لازم كل ده بيخدم على الفريق الدرجه الاولى. انت قطاع الناشئين ده وظيفته ان انت تخدم على فريق الدرجه الاولى ان انت كل ده استثمارك انت عشان ما ترجعش تشتري اللعيبه دي بملايين الملايين ترجع بعد كده تدفع فيهم ملايين. فالقصد في كده ده استثمارك انك تامن استثمارك اللي بيطلع ده برضو بيطلع النهارده بيبقى كله ليه ولايه النادي الاهلي له ولايه على كل اللي بيصرفوا على اللعيبه اللي في قطاع الناشئين دول. فحته ان انا اقفل بس على ابناء الاعضاء ده مش صح.
انا مش شايف انه صح. لان النهارده احنا انت راجل بتدور على مكسب، انت مش راجل بتعمل حاجه عشان الناس تيجي تمارس الرياضه. المفترض بقى النادي يوفر قطاع تاني لممارسه الرياضه لان الاعداد زادت. وده موجود على فكره، على فكره المدارس موجوده لغايه دلوقتي واعمار سنيه كبيره. ما هو يعني انا بقول لك الاعداد زادت، احنا ما شاء الله ان الاهلي بقى عنده 4 افرع واعلى من المليون يعني عضو يا جماعه، مميز رقم كبير. رقم كبير من اكبر الانديه اللي في مصر. فالنهارده ان انا اوفي على ده رياضيا صعب جدا، صعب جدا. يعني ان انا اخلق اماكن ان ما الفرقه 12 لعيب. طب كابتن عايز برضو فرصه حضرتك معايا، حضرتك متابع كويس كره السله وشايف وقريب، مين اللعيب اللي طالع دلوقتي عاجبك؟ انت لعيب كده عنده 18 19 20 سنه يعني بتتفرج عليه بتقول انا بتكيف لما اتفرج على الواد ده. بص ابن طارق خيري محمد، ولا محمد؟ محمد. تمام، لعيب كويس. تمام، لعيب كويس، كويس جدا، لعيب انا مستشار له انه هيبقى كويس. مين تاني؟ كريم حاتم برضو لعيب كويس، بوينت جارد لعيب كويس، ولعب كاس العالم كنادي الاهلي كبير دي كانت. وعندنا في فرقه 18 سنه في النادي الاهلي فرقه كويسه قوي، 18 سنة اللي بتلعب دلوقتي 2006 2007 فرقة كويسة قوي. يعني مش عارف اسمائهم الحقيقة بس طبعا انا اتفرجت عليهم في الملعب كده. لا فرقة كويسة، فرقة تقيلة. ودي مرتبط السنة دي، ودي مرتبط كابتن محمد اشرف توفيق. ومحمد اشرف مدرب كويس جدا، هو طبعا من عيلة كويسة كلها. كابتن اشرف توفيق طبعا راجل علامة في الباسكتبول، يعني ما نقدرش نقول عليه. بس اقول لك على حاجة والله، ويمكن كابتن اشرف هيبقى سعيد باللي اقوله، كابتن اشرف توفيق هيبقى سعيد باللي انا بقوله. محمد هيبقى احسن من كابتن اشرف توفيق، وعلى فكره هيفرح ابن الوزع. يعني دي الحاجه الوحيده ما يزعلش اللي ممكن كده، عايز يزعلش ما يزعلش يعني كابتن الوزع ابن الوزع. وخلينا نقول ان كابتن اشرف ليه دور كبير جدا في تكوين الفرقه الحاليه. طبعا الفريق فريق الاهلي اللي موجود دلوقتي قوامه الاساسي 80 70% كانوا كابتن اشرف توفيق، عمرو زهران اللي صعدوا، ومؤمن خالد اللي صعدوا، عمر طارق وعمرو الجندي، له بصمات، كلهم له بصمات، كلهم اللي جاي يقدر ينكروا بصمات. فهو يعني كابتن اشرف توفيق الحقيقه. بس انا بتوقع لمحمد، لان انا بقعد محمد واسلام من المدربين كويسين، بس اسلام الكيلاني بس هو اختار طريق تاني بقى. اسلام اسلام ربنا وفقه، الاول ربنا وفقه، ربنا وفقه. هو عايز يمر يشتغل مع الفرقه الكبيره بقى، خلاص طموحه ده. طالما طموح شرعي بكل احترام، وكل الاحترام ليه، وهو راجل مدرب كويس جدا، مدرب كويس جدا، ونتمنى له كل الخير. وبعدين كده كده النادي الاهلي بيته، فاهم انت؟ لما وقت غير فرقه، غير فكره، لما الدنيا تسمح، ما هو ده مكانك، مش هتروح في حته. يعني برضو انا بقول ده للناس حتى اللي بيطلع من النادي ويرجع، الدنيا ما بتقفش والظروف ليها متغيرات، في اعداد محدده. ده بيتك، وقت ما هتروح وترجع هتعمل تجربتك في حته، هتعلى شويه انما يعني هو من اسلام سكته في الدرجه الاولى كانت هتبقى صعبه، لان فلازم يروح بره، لازم يروح بره. انت عايز كده يبقى تروح بره. احييك يا كابتن هاني، نورتني وشرفتني والله. لو قعدنا نتكلم 4 ساعات مع حضرتك في الباسكت هنستفاد ونتعلم. انا سعيد والله، سعيد بيك الحقيقه. انت عامل جو جميل جدا في قناه النادي الاهلي، وحقيقه بقيت حاجه جميله جدا. ربنا يحفظك ودايما يوفقك. ده وسام على صدرك حبيبي. كابتن هاني نعم، نجم مصر والنادي الاهلي في كره السله، واللي سعدت بيه جدا النهارده، نورتني وشرفتني. حبيبي الله يحفظك يا جميل. اعزائي المشاهدين، دي كانت النهارده تغطيتنا وحوارنا حول مشاركه فريق باسكت رجال بكره في الانتر كونتيننتال، وشفنا تحليل كابتن هاني عبد المنعم. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.